أعود إلى ضيفي من القاهرة سيد محمد كامل، باحث في الجامعات المتشددة. سيد محمد، أهلا بك من جديد. كنت أتحدث قبل قليل عن موضوع تأثير هذه الخلافات على وجود القاعدة بسوريا بشكل أساسي، وهذا ما تبعناه بهذا المقتطف الآن من مقابلة أبو حفص الموريتاني مع أخبار الآن. يقول بأنه أضر كثيرا مصالح القاعدة في سوريا بل بوجودها مباشرة على الأراضي السورية. حضرتك كيف تتابع هذا الموضوع؟ بداية، ما يحدث من صراع بين أيمن الظواهري الزعيم الحالي لتنظيم القاعدة وبين جبهة تحرير الشام وعلى رأسها أبو محمد الجولاني، وما وجدناه سابقا في الرسالة التي بثها أبو الحارث المصري حينما وصف أيمن الظواهري بأنه إمام مسرب، ليس تمردا فقط على تنظيم القاعدة بل هو اتجاه وضعه أبو محمد الجولاني. أبو محمد الجولاني يتفق مع تنظيم القاعدة في خلفيته الثلاثية الجهادية المتشددة، إلا أنه ابتدع فكرا جديدا، الجهادية الثلاثية تعتمد على أن الجهاد جهاد عالمي، إلا أن أبو محمد الجولاني وضع هذا الجهاد لأول مرة بصورة قومية ما كان يعيبه الجهاديين، بمعنى أن اهتمام أبو محمد الجولاني الحالي بسوريا فقط دون أي دولة أخرى، ما يخالف أدبيات وآليات تنظيم القاعدة. حتى أن الظواهري في تعامله مع أبو محمد الجولاني كان به الكثير من التناقضات، فقبل فك الارتباط دعا الظواهري إلى فك ارتباط جبهة النصرة قبل أن تسمي نفسها جبهة فك الشام، دعاها إلى فك الارتباط حتى لا يحدث لها مشاكل، وكان ذلك على خلفية وضع الخارجية الأمريكية ومجلس الأمن قائمة النصرة ضمن تنظيمات القاعدة الجهادية، إلى أن الظواهري طعم جبهة النصرة بجهاديين من دول مختلفة وعلى رأسهم مصريين، ولاءهم الكامل لأيمن الظواهري مثل أحمد سلامة مبروك المعروف بأب الفرج المصري. وبعد ذلك نجد أن الظواهري حينما وجد وتأكد من يقين رغبة الجولاني في الانفصال الكامل بالجهاد الشامي في الشام، أخرج رسالة دعا فيها إلى عودة الارتباط. فما يحدث من انشقاقاته هي محاولة من الظواهري إلى عودة فرصته المركزية، بينما القاعدة منذ سنوات تحولت إلى جهاد لا مركزي لا علاقة بتنظيماته في الدول بالتنظيم الرئيسي. لفرض سلطته كيف؟ إلى أي درجة هو الاقتتال ما يفهم بشكل مباشر أو غير مباشر منه للاقتتال مع جماعة الجولاني هو يكسب منها فيما يتعلق بفرض سيطرته؟ لأنه ما يفهم من كلمته وفق كثيرين كان اتهام مباشر للجولاني وضوء أخضر لكل داعم لأعداء الجولاني في سوريا. ما الذي نتوقعه في الفترة القادمة؟ مزيد من الاقتتال بين ليس فقط بين الفصيلين الذين كان ينتميان أو ينتمي أحدهما إلى القاعدة، بل بين جميع الفصائل الإسلامية، ذلك دأب التنظيمات الإسلامية. ذلك الأمر حدث سابقا في عام 1987 في أفغانستان، عقد رحيل الاتحاد السوفيتي من أفغانستان، اقتتل المجاهدين العرب بين بعض، الأفغان العرب والمجاهدين بعضهم بعض بينهم مع بعض. ذلك الأمر هو بحث عن زعامة وبحث عن دور قوي. هذا الأمر صورة الآن هذا وجدناه بين صراع أبو بكر البغدادي والظواهري، ونجده بين صراع آسف بين أبو بكر البغدادي وبين الجولاني، ونجده حاليا بين الجولاني وبين الجولاني وبين الظواهري، خاصة بعد مقتل معظم الجهاديين التقليديين التابعين للجهاد المصري الذين يدينون بالولاء الأيمن الظواهري وكانوا ضمن جبهة الجولاني. أنا أشكرك من القاهرة سيد محمد كامل، باحث في الجماعات المتشددة.